إيران بدأت بالتحشيد بالقرب من الحدود العراقية وحتى عبر الحدود العراقية وتحديدا في داخل الأراضي السورية تجاه قواعد التحالف الدولي مرة أخرى ومن جديد. وهذه كلها تفاصيل كانت قادمة وواضحة من وكالة عين الفرات، هي التي أعطت هذه التفاصيل يوم أمس، والتي أكدت من خلالها بأن عناصرا من الحرس الثوري الإيراني قادمين من دمشق. تحدثت الوكالة عن 30 خبيرا من الحرس الثوري الإيراني، هم مختصين تماما في مسألة هندسة الألغام، في العمليات الاستكشافية وعمليات الاستطلاع تحديدا، وكذلك هم خبراء في الطائرات المسيرة. ومع هؤلاء 30 خبيرا هنالك أيضا عناصر وقيادات من الحرس الثوري الإيراني قادمين من العاصمة السورية دمشق، وهم توجهوا مباشرة إلى مطار دير الزور العسكري، وكذلك توجهوا بعد ذلك إلى حي تومو الموجود في الميادين، وبعد ذلك أيضا توجهوا أيضا بحسب هذا التقرير إلى القورية وتحديدا إلى قلعة الرحبي وكذلك مزار عين علي. وبالتالي كما نلاحظ هذا التحرك من الحرس الثوري الإيراني تحديدا، ليست فصائل مسلحة أو غيرها، لا، الحرس الثوري الإيراني يحشدون تجاه قضية مهمة وهي القواعد التي تحدثنا عنها، وهي قاعدة عين أو حقل العمر النفطي بهذا الاتجاه، وكذلك القاعدة الأخرى وهي قاعدة كونيكو التي تعتبر هي قواعد تابعة للتحالف الدولي. هذا التقرير وهذه التفاصيل تأتي بعد العديد من التقارير التي أيضا تحدثت عنها وكالة عين الفرات، وكالة دير الزور 24، وكذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان بشكل مكثف عن أن هنالك العديد من الشاحنات التي تستخدمها الفصائل المسلحة الموالية لإيران قد دخلت من الأراضي العراقية عبر منافذ غير شرعية مباشرة إلى الميادين وكذلك إلى دير الزور وحتى إلى ألبو كمال. وبالتالي نحن أمام تحشيدات كثيرة قادمة من قبل من قبل الأذرع الإيرانية ومن قبل الحرس الثوري الإيراني. وفي هذه الشاحنات الكلام عن طائرات مسيرة بحسب هذه التقارير وصواريخ وغيرها، وبالتالي هنالك استعداد كبير لفعل شيء ما كما هو واضح بالنسبة لإيران وما تنوي القيام به. وهذه طبعا تأتي متزامنة بشكل مثير للغاية مع تقرير وبيان قد صدر مباشرة من البحرية الأمريكية تتحدث عن عملية مشاغبة من قبل الحرس الثوري الإيراني عبر مضيق هرمز في المياه تجاه البحرية الأمريكية وتحديدا تجاه الأسطول الخامس الأمريكي، سفينتين من الأسطول الخامس الأمريكي الذي يعتبر مركزه ومقره الرئيسي طبعا في مملكة البحرين. فجأة تحدث هذا البيان من البحرية الأمريكية عن 3 زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت بهذا الشكل من هذه السفينة التي تلاحظونها على مسافة 45 مترا، وكما تلاحظون كان الموقف خطيرا للغاية بحسب البيان الذي صدر من البحرية الأمريكية، وقالوا بأن السفينتين كانت قد تعدت مضيق هرمز وتعرضت إلى هذه التحركات القادمة من الحرس الثوري الإيراني. وإذا ما ألقينا نظرة على الصورة الموجودة في هذا البيان، طبعا كما تلاحظون البحرية الأمريكية، سنلاحظ بأن هنالك شخصا وعنصرا من الحرس الثوري وهو يصور، واضح بأننا قد نكون أمام بروباغندا وتهديدات قادمة، وإلى مقطع فيديو ممنتج من قبل إيران تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر لا يتوقف هنا أبدا، بل أيضا هنالك قضية مهمة نشرت من قبل إيران بالعربية مقتبسة تغريدة قادمة أو تعليق قادم من زينب قاسم سليماني ابنة الجنرال الإيراني الذي قتل في عام 2020، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية باغتياله في حادثة مطار بغداد المشهورة. وطبعا هي هددت بشكل مباشر، وكما نقلت إيران بالعربية التهديد موجه إلى وزير الخارجية الأمريكية السابق مايك بومبيو، والتهديد طبعا بالتصفية كما هو واضح من خلال هذا المنشور أو هذا البوست، بل إن الأمر لا يتوقف عند مايك بومبيو. هذه التهديدات هي أيضا تأتي لعدد من العناصر والإدارات وأعضاء الإدارة الأمريكية السابقة التي كان يرأسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مثل براين هوك على سبيل المثال. هذا الرجل طبعا هو كان مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لإيران، أيضا هو مهدد بشكل كبير. وعلى هذا الأساس بالنسبة لهذه المسألة وهذه التهديدات، The Washington Free Beacon توجهت مباشرة إلى وزارة الخارجية الأمريكية وتحصلت على تصريحات حصرية حول هذه المسألة ومسألة التهديدات وطبيعة الرد الأمريكي المتوقع إذا ما تعرضت هذه الشخصيات إلى أي محاولة اغتيال بأي شكل من الأشكال. وهذا ما قالته وزارة الخارجية الأمريكية للواشنطن فري بيكن. قالت الخارجية الأمريكية تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، وأن إيران ستواجه عواقبا وخيمة في حال هاجمت
أي مسؤول أمريكي. الواضح تماما من هذه المسألة التي نتحدث عنها بأنها كلها تأتي في ظل انسداد خطير للغاية في مسألة المفاوضات النووية، وأن هنالك طريقا مغلقا تماما بعد العديد من التراشق من الاتهامات وعملية الإدانة التي كانت قادمة من مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران. إيران رفعت الكاميرات، أضافت أجهزة طرد مركزية، وصلنا إلى نقطة ونقطة اللا عودة على ما هو كما هو واضح حتى هذه اللحظة. لا زال للدبلوماسية فرصة، ولكن تبدو الأمور ضئيلة من خلال هذه التصريحات. الأمر المثير الآن أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هو الآن موجود في إيران من أجل مسألة العودة للاتفاقية النووية وغيرها، وقد هذا يعني من الشكل الرسمي ومن البيانات الرسمية بأن الأمور قد تصل إلى حل. ولكن علينا أن نتذكر بأن روسيا بالنسبة إليها قد لا يكون من مصلحتها أن يكون هنالك أي نجاح للعودة إلى الاتفاقية النووية بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والإدارة الإيرانية الحالية لسبب مهم للغاية هو مرتبط في الطاقة. فإذا ما نجح الاتفاق النووي والعودة إليه سيعني بأن العالم سيستفد من الطاقة الإيرانية التي من الممكن أن تنتقل من الخليج العربي على مضيق هرمز أو حتى تنتقل بأي شكل من الأشكال عبر تركيا، يجدون لها منافذا كثيرة تذهب هذه الطاقة والنفط والغاز المهم جدا الغاز الإيراني إلى العالم. وهذه طبعا إذا ما نجحت ونجحت الولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى هذه النقطة مع احتمالية نجاح الرئيس الأمريكي جو بايدن في إقناع المملكة العربية السعودية أيضا في ضخ المزيد من الوقود إلى العالم، إلى أوروبا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من أجل حل مشكلة الأسعار والكارثة التي يواجهها العالم على مستوى التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وبالتالي إذا ما وجدت الولايات المتحدة الأمريكية منفذا من السعودية، منفذا بعد النجاح في الاتفاقية النووية في الطاقة، فإن هذا سيكون ضربة كبيرة جدا وستكون ضربة قوية إلى روسيا، لأن روسيا الآن هي في موقف قوة على هذا الأساس. وبالتالي عدم السماح للولايات المتحدة الأمريكية، عدم نجاح الاتفاق النووي، عدم نجاح تصدير الطاقة الإيرانية، مع التعويل أن المملكة العربية السعودية لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى هذا الأساس لن تحصل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بحسب العديد من الترجيحات على صفقة واضحة جدا في مسألة الطاقة أو ضخ المزيد من الوقود في الأسواق من قبل المملكة العربية السعودية إلى أوروبا. وهنالك وبالتالي روسيا هي تراهن على مسألة مهمة ببقاء هذه المعادلة وببقاء أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تعيش الضغط وليست روسيا. وهذه طبعا جاءت بتفاصيل قادمة من بلومبرغ الأمريكية، ونشرت هي لقاءات لأهم المختصين على المستوى الاقتصادي في مسألة ستواجهها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة القادمة. جاءت بتصريحات من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وكذلك روبيني الذي ترونه وهو نور روبيني أحد أهم الخبراء الاقتصاديين الذين دائما ما يتوقعون المشاكل والمخاطر الاقتصادية في المستقبل بشكل عان للغاية بالنسبة للطرفين. وجدا وصرحا لبلومبرغ الأمريكية بأنه سيكون هنالك ريسيشن أو ركود في الاقتصاد الأمريكي العام القادم، سيكون خطيرا للغاية وستواجه الولايات المتحدة الأمريكية ركودا لن تنجو منه أبدا. بل كانت هنالك أيضا تصريحات قادمة مباشرة من مصرف جولدمان ساكس الأمريكي، هذا المصرف الأمريكي المهم وضع نسبة مئوية مرتفعة لطبيعة الركود الذي من الممكن أن تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية العام القادم. وقالت الآتي بالنسبة لي وقال الآتي بالنسبة لبنك أو بنك جولدمان ساكس، قال هنالك فرصة بنسبة 30% لانزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود خلال العام المقبل رافعا من توقعاته السابقة البالغة 15% وسط تضخم قياسي مرتفع وخلفية ضعيفة للاقتصاد الكلي جراء الغزو الروسي لأوكرانيا. بل إن أوروبا اليوم تحدثت بشكل واضح بأن علينا الاستعداد لقضية مهمة ستفعلها روسيا وستقوم بها روسيا قريبا، هي قطع الغاز الطبيعي تماما عن أوروبا، وبالتالي على أوروبا الاستعداد العودة إلى حرق الفحم، إلى معامل إحراق الفحم من أجل التعويض عن الطاقة التي ستكون وستفقد وستكون مفقودة بشكل كبير من قبل روسيا. وبالتالي واضح أن روسيا تستفيد كثيرا من مسائل الاقتصاد وغيرها، بل إنها تستمر أيضا مع هذا الضغط بعملية التقدم في الداخل الأوكراني. وعندما نلقي نظرة
النظر على طبيعة ما هو قادم بحسب تصريحات واضحة من قبل الأوكرانيين ومن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية. هذا هو طبعا كما ترون هنا الحدود الإدارية لإقليم دونباس، هذه هي شرق أوكرانيا طبعا من هنا الأراضي الروسية، وهذه هي الحدود الفاصلة بين لوغانسك وبين دانييتسك. هنالك تقدم كبير للقوات الروسية وخطير جدا يأتي باتجاه سيفيرودونيتسك. هنا بهذا الاتجاه دعونا نقترب من هذه المنطقة لنعرف ما الذي جرى خلال 24 ساعة الماضية. التقدم كان ليس عاديا أبدا، وقد يعني أن الساعات القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لهذه المنطقة وتحديدا إلى لوغانسك التي نتحدث عنها. بالنسبة لهذه المنطقة التي ترونها هنا طبعا هنا بهذا الاتجاه، هذه هي لتشانسك وهذا هو ما تبقى من سيفيرودونيتسك باللون الأصفر. طبعا سيطرة القوات الأوكرانية القوات الروسية تقدمت كثيرا في سيفيرودونيتسك، لم يبقى إلا مصنع أزوت الكيماوي الذي يتعرض إلى الكثير من القصف. هنالك قصف أيضا إلى لتشانسك. المنطقة التي تم فيها التحرك التي نتحدث عنها هو بهذا الاتجاه، وكذلك إلى هذه المدينة التي ترونها وهي بيدلسني، وهذه هي ميرنا. القوات الروسية بعد أن قامت بالسيطرة على تويشكيفكا بهذا الاتجاه وصلت إلى هذه المنطقة، هي تقدمت إلى هذه المدينة ميرنا وسيطرت عليها، وسيطرت بعد ذلك على بيدلسني بسرعة كبيرة للغاية. وواضح بأنها بدأت بعملية التطويق، بل إنها اقتربت من مدينة خطيرة لم تكن في الحسابات الأوكرانية وتوجهت إليها. هي تأتي بهذا الاتجاه تقريبا وهي بيلاغورا بهذا الاتجاه، وبالتالي هي بدأت بعملية اشتباكات ومشاغلة للقوات الأوكرانية المتواجدة في لتشانسك. وواضح جدا أن هنالك مهاجمة لخاصرة مدينة لتشانسك بهذا الاتجاه من أجل مشاغلة القوات الأوكرانية في لتشانسك مع الضغط بالقصف وغيرها، وبالتالي هي ستفتح أبوابا لعملية حصار كبيرة على لتشانسك مع إمكانية السيطرة على سيفيرودونيتسك. وهنا بالنسبة للوغانسك قد انتهت في ظل هذه التفاصيل، وأمر خطر في هذه المنطقة إلى درجة أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال بأن الوضع في لوغانسك هو صعب للغاية بالنسبة إليهم، وبالتالي الساعات القادمة ستكون خطيرة للغاية عليهم. ولكن هذا الأمر قد دفع الأوكرانيين إلى فعل شيء خطير للغاية، هو أنهم قاموا بمهاجمة العمق الروسي اليوم بمقاطع خطيرة من صباح هذا اليوم إلى طائرة مسيرة أوكرانية قد تعدت الحدود الأوكرانية ودخلت في أعماق الأراضي الروسية بهذا الشكل كما تلاحظون من خلال هذا التصوير لهذه الطائرة المسيرة الأوكرانية، وهي تتوجه بشكل مباشر إلى إحدى المصافي أو مصافي النفط الخاصة بروسيا. وطبعا كما هو واضح ضربت هذا المصفى، وكانت هنالك لقطات عديدة لطبيعة هذا الموقع الذي اشتعل بالنار كما تلاحظون بهذا الشكل. وبالتالي دعونا نأخذ بعض العلامات لهذه المنطقة لكي نعرف بالضبط أين توجهت القوات الأوكرانية. الواضح بأننا أمام طريق متفرع بهذا الاتجاه، وبهذا الاتجاه واضح من توجه هذه العربة بأننا أمام مدخل لهذا المصفى، هذا هو المصفى الذي ضرب، والواضح أن الضربة جاءت بالاتجاه الآخر الذي يأتي لهذا المصفى طبعا بالاتجاه المعاكس بهذا الشكل. دعونا نرى لقطة أخرى لطبيعة هذه الضربة التي طبعا هي تعتبر ضربة مدوية للغاية. هنا كما تلاحظون المنطقة التي ضربت بهذا الاتجاه، واضح بأننا أمام الضربة الآن، وبالتالي دعونا نسير قليلا في هذا المقطع وسنلاحظ بأننا أمام طبعا طريق كما تلاحظون هنا طريق بهذا الاتجاه، وهذه هي مساحة مفتوحة، وهذه هي مكان الضربة التي نتحدث عنها بكل تأكيد. وبإكمال هذا المقطع واضح بأننا أمام الضربة ليست بالعادية من قبل هذه الطائرة المسيرة. الطائرة المسيرة التي ظهرت في المقطع كما تلاحظون هي تبدو وكأنها من الطائرات المسيرة من نوع البيرقدار التركية التي استخدمتها القوات الأوكرانية بنجاح عال للغاية. ولكن في حقيقة الأمر طبعا هذه البيرقدار التي ترونها طائرة كبيرة للغاية، ولكن من حجم هذه الطائرة فهي تبدو وكأنها من طائرات الاستطلاع أو الطائرات المدنية من نوعية PD-1 الأوكرانية، بل إنها أقرب هذه الطائرة التي استخدمت إلى PD-2 الأوكرانية بهذا الشكل. ويبدو بأن هذه هي الطائرة فعلا التي استخدمت في هذه العملية. ولكن دعونا نتوجه إلى القمر الصناعي فقط لنأخذ العلامات لهذه المنطقة التي ضربت. طبعا المنطقة التي نتحدث عنها هي تأتي بهذا الاتجاه، وهي مدينة مهمة جدا موجودة في الداخل الروسي، نتحدث عن مدينة يطلق عليها نوفوشاختينسك بهذا الاتجاه. نوفوشاختينسك
هي التي استهدفت، هذه هي المدينة نوفوشاختنسك التي ترونها، وهنا بهذا الاتجاه هو المصفى الذي استهدف بالاقتراب من هذا المصفى بهذه الطريقة وبأخذ انعطافة بسيطة مع النظر إلى هذا الطريق. وعلينا تذكر العلامات طبعا التي نظرنا إليها بكل تأكيد من أجل التأكد من المنطقة التي ضربت والمسافة التي اقتحمت بها الطائرة المسيرة الأوكرانية هذه المنطقة. واضح نحن أمام نفس العلامات، كانت العربة هي تتوجه بهذا الاتجاه الذي رأيناه طبعا، وكذلك هذا هو المصفى الذي تحدثنا عنه، وواضح بأن الضربة كانت تأتي بهذا الاتجاه مع أخذ صورة معاكسة لمطابقتها مع المقطع الثالث الذي طبعا نظرنا إليه وطبيعة هذه الضربة التي جاءت. بالتالي سنلاحظ بأننا أمام هذا الطريق بهذا الشكل، وكانت طبعا العربات واضح جدا الإطفاء موجودة بهذه المنطقة، هذه المساحة البسيطة بين هذا الطريق وبين هذا المصفى الذي نتحدث عنه. بالتالي الضربة تقريبا جاءت بهذا الاتجاه، طائرة عادية مسيرة ضربت هذا المصفى بسبب النفط وغيرها، اشتعل طبعا بكل تأكيد، وبالتالي بالابتعاد قليلا من هذه المنطقة طبعا لنرى هذه الموقع هذا بهذا الشكل، فإن عملية التصوير الواضح تماما بأنها جاءت من هذا الاتجاه وصورت هذه الطائرة المسيرة بهذا الشكل، وبالتالي على هذا الأساس التصوير كان بهذا الشكل الذي ترونه، وجاءت الطائرة المسيرة وحققت هذه الضربة. دعونا نبتعد إلى الأقمار الصناعية مرة ثانية، أو عفوا إلى الحدود بالأقمار الصناعية، سنلاحظ بأن الطائرة المسيرة فعلا كان الاتجاه بالنسبة إليها بسيطا للغاية، هي تقدمت بهذا الشكل، وجدت طريقها وطبعا توجهت وقامت بهذه الضربة الناجحة التي نتحدث عنها. وهذا يعني بالنسبة للقوات الأوكرانية ببساطة أنها قطعت مسافة كبيرة لتحقق هذه الضربة التي نتحدث عنها الآن بأخذ هذه اللقطة الأخيرة الآن من إقليم دونباس، ولنحدد فعلا ما الذي جرى، فإن منطقة السيطرة بالنسبة للقوات الروسية هي تأتي بهذا الاتجاه هنا تقريبا، أو عفوا دعونا نأخذ اللقطة أفضل بشكل أفضل، هذه هي دانييتسكي تأتي بهذا الاتجاه طبعا تقريبا بالنسبة للسيطرة الروسية، هذه هي طبعا دانييتسك هنا لوغانسك، المنطقة على ما يبدو بأنها قد تكون آتية من دانييتسك، وإذا ما أخذنا حساباتنا من هذه المنطقة فمعنى ذلك أن الطائرة الأوكرانية قد حلقت كل هذه المسافة وحلقت على مسافة أكثر من 178 كيلومترا لتحقيق هذه الضربة، وتعدت جميع الدفاعات الانفصاليين الروس طبعا الموجودين هنا من جمهورية لوغانسك ودانييتسك، وكذلك وصلت إلى هذه المنطقة إلى عمق روسيا وضربت هذه الضربة. بالتالي قد نكون أمام تصعيد كبير جدا مع التقدم الروسي الناجح للغاية في إقليم دونباس، وبالتالي نحن فعلا أمام تطورات كبيرة وخطيرة للغاية.